وللمزيد مشاهدينا حول تداولات أسواق العملات يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق في تريدبيديا. حبيب أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. لنبدأ مع الحديث عن الانتقال المستثمرين إلى الملاذات الآمنة خلال فترة تفشي فيروس الكورونا. لاحظنا ارتفاعات على الين على الدولار. هل تعتقد بأنه سيستمر الدولار بتحقيق المكاسب كونه ملاذ آمن خلال هذه الفترة، وهل هناك عوامل أخرى دعمت ارتفاع الدولار خلال شهر يناير الماضي؟ لا شك أن الدولار ما زال عم يلعب دوره كملاذ آمن، بالإضافة للفرنك السويسري والين الياباني من العملات، وطبعا الذهب اللي هو كان أبرز الملاذات الآمنة بالعام الماضي، وكمان هذا العام الذهب سجل 19% نمو العام الماضي، وهذا الشهر شهر يناير حقق تقريبا قرابة 6% ارتفاع. طبعا هناك عدة أسباب داعمة يعني الطلب على الملاذات الآمنة عم يرتفع، ونتيجة عزوف المستثمرين عن المخاطرة. عدة عوامل عم تدعم هذا الموضوع، يعني آخرها كان فيروس الكورونا والمخاوف من انتشار هذا الفيروس وتكلفته على الاقتصاد العالمي. كمان عنا على الصعيد الجيوسياسي بالعراق وبين الولايات المتحدة وإيران، والملف التجاري اللي ممكن نرجع نشهد فيه توترات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. طبعا سيظل الدولار كأحد أهم الملاذات الآمنة. طبعا إذا ما كانت أمريكا هي بذاتها متضررة من أي وضع، إلى الآن تبقى بمنأى يعني صح. عن معظم الاضطرابات صح. حاليا لأنه السبب الأساسي عم بيكون فيروس الكورونا. طب نتحدث عن الجنيه الاسترليني، والجنيه الاسترليني كان من الملفت أنه شهد ارتفاعات أمام الدولار خلال شهر يناير، بالرغم من أنه يعني أنهى الشهر دون أعلى نقطة كان قد وصل لها. يعني شهدنا الكيبل يصل إلى 134 تقريبا وأنهى الشهر عند 131 ولا يزال. هل تعتقد الآن مع انتهاء وخروج الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأن الجنيه الاسترليني معرض لمزيد من الضغوط والضبابية، في ظل أنه عملية التفاوض حول شكل العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستستمر وستستمر بغموضها من الآن وحتى نهاية العام؟ صحيح، يمكن تمت عملية البريكزيت بعد عناء طويل، لكن ما زال أمام المملكة تحديات كبيرة ستمتد إلى آخر عام 2020. سيتوجب على المملكة إعادة تصميم حالتها الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية. ناصر، التحدي الكبير هو إبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، وطبعا التحدي الآخر هو على الصعيد الأمني، وتحديدا في إيجاد نهج يسهل عملية التعاون بين الطرفين بالملف القضائي والأمن، بالإضافة إلى تحديات أخرى. لكن عموما أتوقع أن تشهد المملكة يعني وضع أفضل من السنوات التي فاتت والتي كانت مليئة بعدم اليقين. في عنا قرار الحكومة بزيادة الانفاق الحكومي، طبعا هذا رح يفعل الدورة الاقتصادية من جديد ويدعم الشركات، وكذلك الأمر تخفيض معدلات الفائدة المرتقب سيساعد بهذا الموضوع، وستتمكن بريطانيا من التعامل بطريقة حرة أكثر مع دول أخرى غير دول الاتحاد الأوروبي مثل كندا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها من الدول، مع أنه يبقى الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأكبر التجاري لا شك، والاتفاق بين الاثنين هو سيصب من مصلحة الطرفين. لكن بالإضافة للتعاون التجاري بين الطرفين ستتمكن بريطانيا من التعامل مع دول أخرى، وهذا يعني لا شك أن المرحلة القادمة فيها تحديات، لكن أتوقع أن تكون أفضل من السنوات اللي مرت، وأتوقع أن يشهد الاسترليني مزيد من الضبابية لكن مزيد من الارتفاعات بنفس الوقت. بشكل سريع حبيب، الاتحاد الأوروبي أو البنك المركزي الأوروبي عفوا كان قد أعلن باجتماعه الأخير بأول رئاسة لكريستين لاغارد بأنه سيكون هناك مراجعة شاملة لمستهدفات البنك المركزي. هل الأسواق قرأت ذلك بأنه هذا عامل بولش لليورو أم دوفش؟ كان دوفش أكثر أنا بعتقد.
ما زالت معدلات التضخم منعدمة بمنطقة اليورو، وأعتقد أنه لاغارد ستستمر بالسياسة التوسعية والالتزام بمعدلات الفائدة المعدومة إلى وقت إلى سنوات طويلة. وطبعا بما أنه نتوقع أن الاقتصاد الأمريكي يتفوق على الاقتصاد الأوروبي بالمرحلة القادمة، أتوقع تراجعات لليورو أكثر من الارتفاعات، يعني ستكون تراجعات ضعيفة خاصة كما تشير الرسوم البيانية على الأطر الزمنية البعيدة. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا حبيب عقيقي، كبير استراتيجية الأسواق في تريد بي دي. أهلا بك. شكرا لك.